دخلت الحوكمة مؤخرا مجال الصحة بسبب ارتباطها الوثيق برفاهية المواطنين وبحقوق الإنسان وعلاقتها الوثيقة بالتنمية المستدامة. لذلك انعقدت جلسة حوارية بعنوان الحوكمة الرشيدة من أجل سكان أصحاء على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد في مصر في الفترة من 5 ل 8 سبتمبر. الجلسة ناقشت أهمية دخول الحوكمة في المجال الصحي واللي جه نتيجة توجه الحكومات لزيادة التدفقات المالية في مجال الصحة. بداية أود أن أشكركم على الدعوة الكريمة خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته وحضوره وتشريفه لنا وجميعا كل القائمين في القطاع الصحي سواء في جمهورية مصر العربية أو الأمم العربية وعلى مستوى العالم، وتفاعله مع هذا التوجه العالمي وتوجه محوري وهو صحة السكان والتنمية. جانب آخر أود أن أقدم من جزيل الشكر والامتنان لأخي وأستاذي وصديقي معالي الأستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حفظه الله ورعاه على الدعوة الكريمة وحرصه على تنمية القدرات العربية وليس على بس القدرات المصرية والقدرات العربية ونقل الخبرات المصرية إلى الوطن العربي وإلى العالم بأسره. حقيقة هذا المؤتمر يعد نقلة نوعية في تناول القضايا المحورية على مستوى العالم وكذلك في رسم السياسات المبنية على البراهين وتحليل البيانات. ما شاهدناه حديثا يوم أمس هو صلب الحوكمة والشفافية والمسؤولية والالتزام، هذه المفاهيم الثلاثة governance, accountability and responsibility ترجمت أمس في الورقة التي قدمها معالي الأستاذ دكتور خالد الغفار، وكذلك المتابعات الدقيقة والواضحة والرؤية السديدة من صاحب الفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذا كانت يعني تنم عن الدراية الكاملة بما يدور في أرض الوطن من مدخلات معلومات سبر أعماق المشكلة. كل هذه هي ما تدعو إليه الحوكمة وهو أن تكون هناك رقابة في رصد باستمرار، متابعة باستمرار، تقييم باستمرار، بحث عن معطيات ومعلومات باستمرار. يكون كل هذه الأمور تصب في كمية كبيرة من المعلومات، من هذه المعلومات تستقطي منها وتستنتج منها السياسات والأنظمة الصحية التي تحقق تطلعات المواطن وتطلعات ولاة الأمر.